الزمالك عامل زي الحقل المليء بالالغام، مش حد هيحب يلعب في نادي الزمالك بعد كده. اوكي تشييع طارق حامد رفض عرض الزمالك بس كده، ايه المشكله يعني؟ لما يسيبوا الزمالك في حاله لم يحسن موسمين لتقدير فريق صن داونز في المباراه الاولى لاعب الزمالك اللي خرجوا من دوري ابطال افريقيا بفعل فاعل. طبعا الاهلي مشكلته هو الاهلي. الزمالك عامل زي الحقل المليء بالالغام، الزمالك عنده مشاكل كتيرة جدا جدا، مش من المجلس الحالي ولكن منذ نهاية عهد المجلس السابق وبعد كده تولى مجلس إدارة جديد. اللجان أثرت كتير جدا، الزمالك منهار فنيا نفسيا ذهنيا، الزمالك محتاج إلى ثورة في كل شيء. فكرة المشكلة مش مشكلة رئيس نادي حالي أو رئيس نادي سابق، لكن في بعض الأخطاء اللي موجودة عند رئيس النادي الحالي في الوقت الحالي تحديدا، مش حد هيحب يلعب في نادي الزمالك بعد كده. اوكي تشييع طارق حامد رفض عرض الزمالك بس كده، ايه المشكله يعني؟ ولكن من وجهه نظري في مشاكل كتيره جدا موجوده في نادي الزمالك على الناس اللي موجوده ان هم يحلوها. يحلوها ازاي؟ محتاجه وقت يا محمد، لان الزمالك كبير والقماشه اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي ما تسعفش الزمالك يجيب 5-6 لعيبه اللي كانوا على نفس المستوى اللاعبين السابقين. لما يسيبوا الزمالك في حاله بس، الزمالك امتى مش في ازمه؟ لما يسيبوا الزمالك في حاله. انما مش عارف، كل سنه او سنتين او ثلاثه بيحصل للزمالك فجوه كبيره جدا جدا، مش بسبب مجالس ادارتنا الزمالك، ولكن وجهه نظري ان الزمالك لو سابوه في حاله هيرجع تاني هيبقى من الانديه الكبيره جدا على الساحه الافريقيه. طبعا انت راجل محترف، لعيب محترف مرتبط بعقد، العقد بينك وبين النادي، نهايه عقدك شهر 6 او شهر 4 او شهر 5 على حسب، اوكي تلعب لغايه اخر دقيقه. دول لعيبه عاوزه تتقاضى كم من الاموال فقط لغير على حساب اسم وسمعه نادي الزمالك، انما طبعا تديني مقابل احترافيتك او المقابل اللي انت خدته ماديا او مقابل حب الجمهور، ده مش موجود عند معظم اللعيبه اللي موجودين في نادي الزمالك في الوقت الحالي. وبالتالي لازم يكون في صور تصحيح. عادي، وارد جدا جدا الاهلي اكثر استقرارا من الزمالك، ولكن صن داونز وجهه نظري ناتج من امور كثيره جدا. لم يحسن موسمين لتقدير فريق صن داونز في المباراه الاولى، وتراكم المباريات الاخيره ومعدل الارهاق البدني، الاهلي هو اكثر الانديه في العالم انه عمل مباريات، ده رقم كبير جدا تؤخذ مش على موسيماني، على كارلس كروش المدير الفني للمنتخب المصري. ليه؟ لان كان المفروض اعطاء قسط من الراحه للاعبي الزمالك اللي خرجوا من دوري ابطال افريقيا بفعل فاعل، ولاعبوا النادي الاهلي اللي 4 نقاط من 3 مباريات وده او من 4 مباريات عفوا، وده امر صعب جدا على النادي الاهلي، وكمان لعيبه بيراميدز تاهلوا، ولكن واضح المستوى الفني، واضح الارهاق البدني. كان من المفروض ان كروش على الاقل ياجل مبارتين في الدوري لاراحه لاعب المنتخب المصري. الاهلي محتاج اللاعب القوي الشخصي اللي يفيد الاهلي، ما تاثرش انه قاعد ليفرض نفسه على اي مدير فني. حسام حسن لاعب جيد، تعاقد مع النادي الاهلي لانه هداف، كان في نادي سموحه الفريق كبير جدا، هو النجم الاوح. عندما انتقل النادي الاهلي في عندك 30 نجم، لان النادي الاهلي يمتلك 30 نجم، وبالتالي البكاء مش الحل. انت كلاعب كوره المفروض بتلعب في نادي بحجم النادي الاهلي، تثبت نفسك يوم واثنين وثلاثه واربعه، تحاول تطور من نفسك، تحاول تفرض نفسك على المدير الفني وعلى اي جهاز فني. هو ده اللي الاهلي طالبه، هو ده الاهلي يتمناه في اي لاعب بيلعب عنده. اكيد تاثر كتير جدا جدا، حتى وان كان انا وجهه نظري محمد شريف لسه ما رجعش للمستوى، ما وصلش 60%. معدل الاهداف في الفتره الاخيره جيد، ولكن لم يصل ل 60% من مستوى محمد شريف، عنده احسن من كده بكتير جدا. انا الحته النفسيه اثرت عليه بتاعه المنتخب مع النادي الاهلي. هو في 3-4 انديه الى حد ما جيدين، ولكن انا عاوز اقول لك ان دوري ابطال افريقيا ما عادش بالحجم الكبير جدا او بالقوه الكبيره جدا اللي كانت موجوده السنوات اللي فاتت، تحديدا كمان بنتكلم على انديه شمال افريقيا، مستواهم ما عادش بالقوه الكبيره جدا. لا الرجاء ولا الوداد ولا الترجي ولا النجم. الوداد الوحيد في الانديه بتاعت شمال افريقيا بجانب الاهلي اللي ممكن يكون عنده فرصه كبيره جدا للمنافسه على دوري ابطال افريقيا. الخطر على الاهلي هو الخطر هو الاهلي نفسه. الاهلي يبقى بعبع افريقيا، يبقى من الفرق الكبيره جدا، يبقى لديه 30 لعيب ولا يتاثر بلعب، ولكن وجهه نظري زي ما قلت لك ان الاهلي الاكثر مشاركة في كل أندية العالم، معدل مباريات صعب جدا 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 على أي لعيب. يا أخي ده كروش خد قسط من راح، خد أجازة، ولاعيبة النادي الأهلي بتشارك بصفة مستمرة، وبالتالي أنا ما بديش العذر للأهلي، إنما طبعا الأهلي مشكلته هو الأهلي. إذا استفاق الأهلي وخد المعدل البدني أو معدل الراحة اللي مفروضة، ما حدش يقدر يقف قدامه.